العيد وصيام مبارك. اليوم غادي نتحدثوا على صيام المرأة الحامل في رمضان. هذا سؤال اللي كيتطرح لينا بزاف ملي كيقرب شهر رمضان، في الاوائل ديال شهر رمضان، مع النساء الحوامل اللي كيخافوا على الجنين ديالهم خلال فترة الصيام في شهر رمضان. وحنايا بحكمنا اطباء اختصاصيين في امراض النساء والولاده، كنحاولوا ما امكن باش نفسر لهم ونفسر الحالات اللي كتوجب على المراه الحامل باش ما تصومش في رمضان، والحالات اللي يمكن للمراه الحامل انها تصوم. من اللي خصنا ناكدوا عليه هو ان بالنسبه لصيام المراه الحامل في رمضان، كاين كثير من الدراسات العلميه اللي دارت واللي اكدت ان التاثير ديال الصيام بالنسبه لصحه الام ما كاينش شي تاثير اللي يقدر يشكل واحد الخطر على الجنين ديالها، من غير بعض المرات انخفاض درجه السكر في الدم اذا كانت الام التغذيه ديالها غير كافيه، او لما كتاخذش التغذيه ديالها في خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان بالكيفيه اللي خصها تكون. ثانيا بعض المرات، وهذا هو المشكل الاساسي اللي كنقدو نعاني منه، هو ملي كيوقع نشوف في الجسد ديال الام اللي كيخلي ان بعض التقلصات كتجي في الرحم، وهذا هو نقدو نقولوا هو التاثير اللي كيعانيو منه بزاف ديال النساء الحوامل. بالنسبه للنساء اللي ممنوع لهم الصيام، كاين النساء اللي كتكون عندها بعض الامراض المزمنه اللي كتحتم عليها تاخذ بعض الادويه في اوقات معينه اللي كتحول دون صيامها في رمضان. ثاني حاجه، كاين بعض النساء اللي الحوامل اللي كيكون عندهم بعض مضاعفات ديال الحمل ديالهم، وعلى سبيل المثال يمكن نقول بالنسبه للنساء اللي كيكونوا الحم مهدد بالاجهاض، النساء اللي كيكونوا كيعانيوا من داء السكري في خلال فتره الحم، او اللي كيكونوا عندهم داء السكري وكيكونوا حاملين، النساء اللي كيعانيوا من ارتفاع في الضغط ديال الدم، هادو كلهم كيمنع لهم الصيام في رمضان. كذلك النساء اللي كيكونوا كيعانيوا من مشاكل ديال الكلي، اما تعفنات او كيكون عندهم احجار الكلي، حتى هادو من بين الحالات اللي كنمنعو عليهم الصيام في رمضان. هادو عاده كيكون الطبيب صارم معهم وكيمنع عليهم كنمنعو عليهم الصيام. بالنسبه للحالات اللي يمكن لهم يصوموا في رمضان، كاينه بزاف ديال ملي كيكون الحمل غادي مزيان وما كاينش واحد المضاعفات ديال الحمل، المراه يمكن لها تصوم الا في حاله لا في خلال فتره الصيام ديالها حست بعض العوارض اللي كتخليها انها توقف الصيام ديالها. هاد العوارض بين اللي كيمكننا اللي كناكدوا عليها هي النشوف، في النشوف يعني ان لا ديزيدراتاسيون اللي كنسميوها، ملي كتكون المراه ما كتاخذش السوائل بكيفية اللي خصها تاخد في اليوم، يعني ملي بعد الفطور. هاد النشوف باش كيمكننا نعرفوه؟ اما التبول، يعني ان البول ديال المرأة الحامل كيكون اللون ديالو داكن، او لا كتحس بواحد العطش كتير خلال فترة خلال اليوم، او لا كتحس بتقلصات في الرحم ديالها، وهذا هو السبب اللي كيخلينا اننا كنصحوا النساء ملي كيبداو يحسوا بهاد التقلصات انهم يفطروا ويوقفوا الصيام. وهاد الحاله كنشوفوها ديال النشوف كنشوفوها بالنسبه للنساء الحوامل اللي صاموا الايام الاولى ديال شهر رمضان، خاصه بعد 15 يوم الاولى، اللي كي بزاف ديال الحالات كيجيو على اساس هناك تقلصات في الرحم. ومي كنديروا الفحص ديالنا وكنديروا الايكوغرافي كنلقاو بعض الاحيان ان الماديه الصغيره للبيبي نقص، هذا ما كيعنيش ان كيشكل شي خطر على البيبي او لا مشكل كبير، ولكن كيمكن هي الام لا فطرت وخدات واحد القسط الكافي من السوائل وارتاحت، كيتم التعويض ديال هذاك الماء ديال السقيه. داكا
من هاد الناحيه حنا ملي كنشوفوا هاد الحالات هادو كننصحوهم باش يوقفوا الصيام واحد النهار يومين وياخذوا القدر كافي ديالهم من السوائل، ويمكنوا عاوتاني يعاودوا يصوموا باش ما كيفقدوش، لان حنا كنعرفوا ان الحم ماشي مرض، باش ما كيفقدوش هذيك الطقوس الرمضانيه وكيحسوا براسهم حتى هما كيصوموا في هذا الشهر المبارك. لهذا دائما خص المرأة الحامل اللي كتصوم خصها تقوم بتبع النصائح ديال الطبيب ديالها من ناحيه ديال التغذيه وديال المجهود اليومي. اول حاجه كنحثت عليها المرأة الحامل ملي كتكون صايمه ما خصهاش تقوم بواحد المجهود زائد، لان خصها ترتاح، لان هذاك التعب كيزيد كيأثر على الصحه ديالها وكيزيد يعييها وكيزيد يأثر على كيكثر من النشوط ديال الجسم ديالها. لهذا خصها لابد ما تاخذ واحد القسط كافي من الراحه.